السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله الفيديو بتاعنا عن تبييض الخشب أو تفتيح لون الخشب. في البداية لازم نعرف إن في ثلاث أنواع من الصبغات، في صبغات مائية وفي صبغات كحولية، ودول عملنا لهم فيديو هيظهر فوق هنا أو هنا، وهسيبه لك في صندوق الوصف وكمان في أول تعليق. النهاردة إن شاء الله بقى هنتكلم عن الصبغات الكيميائية. الصبغات الكيميائية وهي اتحاد النشادر مع الأكسجين بيستخدموا مع بعض في تبييض أو تفتيح لون الخشب. طيب ايه اهمية تبييض او تفتيح لون الخشب؟ لما بنيجي نعمل منتج من الاخشاب في الغالب بندخل معاه اكتر من خامة، زي ممكن نستخدم خشب ارو مثلا مع خشب زان او خشب افريقي، فبتلاقي فيه درجات لون مختلفة، فبتضطر عشان يكون درجة اللون موحدة ان انت تفتح الخشب كله بالاكسجين وبالنشادر بحيث يبقى لونه كله موحد، بعد كده تقدر تصبغه بالصبغة اللي انت عاوزها. تعال نشوف التجربة مع بعض وازاي نستخدمه. طبعا النشادر مع الاكسجين من الصبغات الكيميائيه الكاويه للجلد، فلازم تاخد حذرك وانت بتشتغل، يفضل انك تشتغل في مكان مفتوح او مكان جيد التهويه. طبعا يفضل تستخدم الفلتر ده عشان بينتج غازات اثناء عمليه الدهان والتفاعل الكيميائي، او على الاقل خالص استخدم كمامه. طبعا لازم نلبس قفازات، يفضل القفازات الكبيره، ولكن لو هتستخدم الخفيف الصغير ده فهتلبس اثنين على بعض. الأكسجين والنشادر نسبة الخلط بتكون 2 أكسجين لواحد نشادر، يعني كمية الأكسجين تكون قد كمية النشادر مرتين، تمام؟ طبعا الأكسجين والنشادر بيتباع في مصر عند الموان أو عند المحلات اللي بتبيع المواد الكيميائية، موجود بكثرة في شارع الجمهورية في القاهرة، تمام؟ بقلب الأكسجين مع النشادر بيبدأ التفاعل بيكون بطيء، وبعدين بيبدأ يزيد ويفور ويطلع غازات بشكل كبير، فعشان أوقف التفاعل تكون المية موجودة فأضيف منها على التفاعل يوم يوقف التفاعل، فالمية مهمة جدا تكون موجودة في المكان اللي أنت بتشتغل بيه، وطبعا بيكون عندك قطعة قماش من القطن اللي هنشتغل بيها على الخشب. هنبدأ نلبس الفلتر وبعدين نبدأ نضيف النشادر على الأكسجين بنسبة 2 أكسجين لواحد نشادر. ده كده الأكسجين. وده كده النشادر. ده خشب شجر وده الجزء اللي تم تبييضه، ده الجزء القديم. طبعا الفرق واضح في اللون اهوت وفي الشكل نفسه. تعالوا بقى نجرب قشرة القرو. لو هنعملها عملية تبييض هنبيض الجزء ده ونسيب الجزء ده زي ما هو بالنشادر والأكسجين. وده كده خشب الزان. وده كده خشب المهوجني. طبعا هنبيض جزء وبنسيب التاني عشان نشوف بس الفرق في الدرجة. ده كده التفاعل اهو. لو حسيت انه بدأ يفور بشكل كبير وبدأ يطلع بخار كتير فساعتها هتحط المية عشان توقف التفاعل وغاز النشادر ما ينتشرش في المكان. وده خشب افريقي. تعال نشوف كده تأثير الأكسجين عليه هيدينا ايه. ده كده خشب الأرو اهوت، دي النتيجة بعد التبييض وده قبل التبييض، تمام؟ يمكن خشب الـ MDF النتيجة مش حلوة قوي، يعني الفرق مش كبير قوي،
اما الاخشاب الطبيعيه فانا شايف النتيجه رائعه جدا وجميله زي ما احنا شايفين. دي النتيجه بعد التبييض، وده قبل التبييض، وده خشب زان، ده خشب شجر من بتاعنا، يمكن مش عارف اسمه بالظبط، لكن ده خشب افريقي وده خشب مجنى. تعالوا بقى نشوف لما بندهنه بيبان الفرق اكتر. تعالوا نشوف مع بعض. طبعا الطريقة دي بتديك درجات جميلة جدا من الخشب الطبيعي، وممكن بعض الناس اللي بيشتغلوا في مجال الدهانات بيستخدموها علشان يحاول يوحد درجات لون الخشب لو الخامات مختلفة زي ما قلنا قبل كده. هسيب لكم ان شاء الله في صندوق الوصف قائمة كاملة عن الدهانات، واتمنى فيديو النهاردة يكون فيه استفادة. دعواتكم لنا جميعا بالتوفيق، اللهم اجزنا جميعا خير الدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله.